يسمى زيد يا جماعة. اليوم راني مانيش عامل كيف كبير على جمعية توينسا، اما زادة من ناحية اخرى ما نجمش نطلب اكثر. اللي يهم خاطر في الاخر انا نترشح ونتعداو لدور القادمة، وخلينا نحكيه وعليسة. الترجي، النادي الصفاقسي والنادي الافريقي يتعداو للدور القادم، والاتحاد المنستيري يخرج من تشامبيونز ليغ الافريقي ضد الاهلي المصري. راني عارف اللي يرجعوا على الدوري التونسي مخر باش يكون عنده تاثير كبير على جمعية توينسا، وفاهم اللي ما نجموش نرميو اللوم برس على جمعية توينسا، اما راه ولا الدوار الجاي راه ما تنجمش تقول لي كل مره الحجه هذه، راه الوقتاش باش نقولوا كل مره اللي يرجعوا على الدوري التونسي مخر ما نجموش نلعبوا ما نجموش نوريو كوره، هذاك علاش لعبنا هكاكا، راه الدوار القادم راهو تخسر تروح، سهله برشا الحكايه. خاطر عندك الترجي من ناحية اللي خرج بربح صعيب وبقى لدقيقة 80 وهو يستنى، زعما يتعدل الدور قادم ولا يخرج من تشامبيونز ليغ الافريقي، وتكون فضيحة. خاطرنا لنا نحكيه على فريق متواضع باللي باش تقولي فريق تخلي دافع منيح وفريق يلعب 10 التالي ويلعب لك على جمات معاكسة والحارس نتاعو كان في نارو. حاجات هذا ما متبرليش بها الحكاية اللي صارت، متبرليش بيه الماتش اللي صار واللي تعدى على الترجي. من الاخر نحكي لك بابي باش تقولي حارس ابدا، منين ابدا؟ انا ريت لقطات اللي مثال حمد الهوني يشوط تقولي راني في الحارس، تقولي سخن فيه، تقولي درب فيه، تخليني بربي يلهوني بيدو خارج الموضوع، ما يهمنيش طيح ليش جمعية كاملة، يفسخش جمعية كاملة، يعملش الشوم تاعو نتاع العادة، ما يهمنيش، يهمني ان الترجي كي يستحق الملاعب هذا يلقاه، على العكس اللي صاير، الترجي وقت اللي بالحق ما استحقه حمد الهوني ما كانش موجود وما لقاتوش. غير هذا هما نقطه اخرى اللي تسمحني ضد فريق كيما هكا تخسر، اوكي تقول انت تنقل صعيب وتروح في نيجيريا في ابوجا وكل شيء وتيران ولف حاجه في حاجه وبرشا عوامل تجي في رات تربح بالسي فريق كيما هذا، نعاود نقول لك ضد الفريق الكبار شنو باش تعمل، هنا تبدا الاصلاحات، هنا مثير هما حاجه بقيت بيها في الماتش اللي تضرب لك محمد بن علي، خرج هبط بلاصته ولعب خط وسط ميدان اللي هو معتز الدام، سامحني انت ومسدد عقد رائد الفيدا، عندك زياد مشموم من ناحية أخرى، إذا أنت ما حاشكش بالظهر هذا من الزوز الواش مخليهم جيب ظاهر آخر. عنا زادة ماتش النادي الرياضي الصفاقسي، فما لعب وفما ملعبية تحب تعمل من أخير وملعبية ماذا بها تقدم وملعبية ماذا بها تعطي 100% على التيران، أما زادة من 20 فرصة ولا 15 فرصة ولا 10 فرص تحط واحدة بركة في الشبكة، لأن راهو مشكل كبير، راهو الماتش هذا ضد فاسيل جاوك 20 فرصة ولا 10 فرص ولا اللي هو، الماتش الجاي عادي يجيك فرصة بركة، شنو باش تعمل؟ فهمت علاش نحن اوكي نادي الصفاقسي ورا برشا كوره وحاجه تعجب ورينا ملعبيه صغار تلعب وتدور وبرونا برشا كوره، اما اوكي تشيخ تعمل كيف، اما زيد سامحني في الاخر العباد ما ذكرلكش حاجه هذه، ذكرلك تعديت للدور القادم ولا لا. غير الهجوم فما حاجه اخرى اللي شخت عليها وعملت كيف اللي هي من الناحيه الدفاعيه، نادي الصفاقسي كان ممتاز، دفاع منظم اللي طلبوا مدرب نادي الصفاقسي دلهم عملوه، والنتيجه اللي جماعه اللي ضدك ما تعمل حتى فرصه خطيره. في الاخر نقول حاجه اللي لازم نادي الصفاقسي يخدم اكثر على الخط الهجومي ويخدم اكثر انه يحط كره في الشبكه، انا قلت لك الماتش هذا تجي 20 فرصه راه الماتش الجاي تجي عادي فرصه بركه وتنجم فرصه ديك تكون حاسمه وتقتل بها الماتش. عنا زاد الاتحاد المنستيري اللي مشكله والله مشكله كبيره، زاد شوف على الاقل ملعبيتها كان جاو لاعبين 4 ولا 5 ماتشات ولا بدات البطوله على بكري كانوا ينجموا يعملوا ماتش خير من هذاك، بل في مره ضد الاهلي المصري. ومن جهه اخرى عاد ما ننساوش غلط بشير بن سعيد في ماتش الذهاب وفي ماتش الاياب، سامحني ماتش الذهاب حكينا على الغلطه اللي عملها وقلنا مثالش تتعدى، ماتش الاياب بشير بن سعيد يقوم لك بزوز اغلاط في الهدف الاول وفي الهدف الثاني اللي كلفوا الاتحاد المنستيري غالي، وزيد ما اخطاء الدفاعيه الاخرين خرجوا الاتحاد المنستيري من تشامبيونز ليغ الافريقي اللي كانت عنا امل كبير باش نعرف وفاهم فارق الامكانيات بين الاهلي والاتحاد المنستيري، اما راهو في الكوره حتى شيء ما هو مستحيل. مثال انت مفاجاه في الجوله هذه في تشامبيونز ليغ الافريقي اللي مازمبي خرجت من تشامبيونز ليغ، قلت لك حتى شيء راهو ما هو مستحيل، غير المشاكل الدفاعيه وغير بونطولول والثاني اللي نسى كل قاعده البشير شتعمل. نحكي بزاد على الاتحاد المنستيري اللي ضيع فرص راهي ما تضيعش، فرصه تاع مقران اللي كانت نسم تقلب الماتش الجمله وترى ومارو راهو الاتحاد المنستيري جاوا برشا فرص اما ما عرفش كيفاش يحط كره في الشبك، وانا ما نجمش اني قلت لك ناري من اللوم برشا على خاطر رجوع الدوري التونسي مخر هو اللي عنده تاثير كبير على الحاجات هذو ملعبيه ناقصين ماتشويت، هذاك علاش في الاخر على قد ما باش نقول على قد ما في الاخر باش نقول راني ما نجمش اللوم اكثر، الله غالب هذاك هو الدوري التونسي وهذيك هي تونس.
وكآخر ماتش لجماعة التوانسة في المسابقات الإفريقية هو ماتش النادي الإفريقي اللي من الآخر باش نكون معك واضح ماتش سهل. راني باش نزيد نمشي معك لبعيد أكثر. فريق درجة ثالثة في تونس ينجم يربح الفريق هذا من الآخر. ما يهمنيش نتيجة قداش 4 5 6 7 إلي هو ما يهمنيش. راني ريت الشوط الأول باش نكون معك واضح بقيت باهت في النادي الإفريقي، بقيت باهت كيفاش النادي الإفريقي يلعب، عارف نقص الماتشات وعارف كل شيء. أما زاد فما مينيموم كي الراب الحسيني اش يعمل الشوط الأول نبقى باهت. كيف الراء لظهر الزوز لتوزيع صحيحة في الشوط الأول نبقى بيها تزيت. كيف الراء أحمد خليل اللي يلقى صعوبات بشي خارج كورة ضد وسط ولا دفاع تاكي بانجا نزيد نبهد أكثر. ومن الآخر الشوط الأول بيني بالروحي قلت شنيا الأوبجيكتيف تاع النادي الإفريقي وين يحب يوصل في الكاف. راني ميهمنيش تدور لي كورة من اليمين اللي صار ولا تخلي كورة ولا تشد لي كورة ولا اللي هو، يهمني كيفاش أنت تلعب. الشوط الاول راه من الاخر تقول لي الفريق متقدمه 2-0 وقام بالمطلوب واللي لازم يعملوا انه يخرج بربح قام بيه. اما زادك انت تفرج الشوط الاول راه فما برشا حاجات ما يعجبوش، برشا حاجات تقول شبيه الكلوب تكور هكاك، شنو المشاكل عنده، شبيههم الملاعبيه يلعبوا هكاك. لكن الشوط الثاني حاجه اخرى من الاخر، معناتها برشا حاجات تبدلت، هبوط وسام يحيى في الوسط بدل برشا حاجات، هبوط لعبيتي، هبوط سابو، فما حاجات تبدلت. فما حاجات الشوط الاول كانوا ياسر ما مش ماشيين، بالحسيني ما كانش ماشي، برشا ملعبيه كانت ماهيش ماشيين، الطاوس اللي خرج ماهوش ماشي. من الاخر ما ملعبيه ما عملت شيء. بالحسيني ريتو في لقطه واثنين وثلاثه شعب يا معلم اش تعمل شنيش تكسير ريتم اكثر من لازم. الرجل حب يشوط من مسافه تاع 30 متر وبضحكوا لعب اوكي خاطفت معك في واحده جات منها البونتو ما تعودش ديما زيت. وراهو من الاخر معناتها شو هذا كلام معناتها العباد اللي تتفرج توا من جمهور النادي الافريقي، راهو الماتش هذا ماهوش مقياس، ما تقوليش انا ربحنا 7، راهو شو تحكي على فريق ضعيف ياسر، فريق راهو سبورت رافاي، انا نسميه فريق سبورت رافاي ما عنده شيء. شوف ملعبيته كيفاش تلعب، الا فما ملاعب ينجم بصوت راجي صحيح، الا فما ملاعب فما بالرسم ملاعب لعبك وقفته وجارته شيء يضحك. عادي تربحها 7، تربحها 14 جمعية هذه 7 راه ماهوش مقياس، راه 7 نحكيو على فريق الشوط الاول حاير باش يخرج بالكورة، حاير باش يماركي، يضيع لك في فرصة و10 الاف فرصة يضيعها لك الشوط الاول، فرص سهلة نحكي لك، راه عندك الشوط الاول وعندك حتى ظهير مقام توزيعها صحيحة، راهي مشكلة الحكاية هذه، ضد فريق نحكي لك هوات، ضد فريق نجم تجيب فريق درجة ثالثة في تونس ينجم يربحوا. فهمت قصدي؟ راه مش تو تقول لي انا ربحت 7 وانا ربحت 7، انا نحكي لك مستقبلا نحكي لك النادي الافريقي باش يلعب ضد فريق ما تشامبيونز ليغ ملي خرجوا والا فريق ملي ترشحوا ولا حتى دور مجموعات. هذاك علاش مارشون مازالت قدامه خدمه كبيره، راه حتى شيء ما صار تو. من الاخر هذه الحكايه تعاون معنا وين؟ صحيح اوكي نمشي معك الحاجه هذه، اما راه فما برشا حاجات اللي لازمين يتصلحوا اذا اكيد النادي الافريقي حاب يوصل بعيد في الكاف. في الاخر نقول حاجه برك اللي الترجي للدور مجموعات، النادي الافريقي والنادي الصفاقسي للدور قادم، الاتحاد المنستيري يخرج من تشامبيونز ليغ ويلقى روحه في الكاف. في الاخر بالحق ما تجمش تلوم باللي باش تقول وباللي باش تحكي، في الاخر ما تجمش تلوم، قول ربي يهدي لك السبب على خاطر رجوع الدور التونسي مخر راهو هو اللي عنده تاثير هذا على جمعية توانسة، وهو اللي خلى جمعية توانسة يلعب وكيكه ويظهر وكيكه. رغم حتى كان العام هذا حتى لو عام الفارط نفس المشاكل تتعاود، راهو كل عام راهو من 4 فرق يلعبوا في المسابقات الافريقيه، تبقى لك جمعيه بركه تلعب لك في الادوار القادمه. ما انا راك فهمني فاش نحكي وعرفني فاش قاعد نحكي، وربي يهدي لك السبب. يلا ما تنسيش انك تابعني على التيك توك والانستغرام، راني نعاود نقول لك في كل فيديو راني غادي نهبط فيديوهات مانيش نهبطهم على يوتيوب. ما تنسيش انك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات باش ما تفوتك حتى فيديو جديده، ويلا ملتقانا في الفيديو الجايه في الامان.